أموال. وين لو عدنا به الأموال والأموال الكثيرة؟ ذكر التوانسة ربما ينسوا. ثم ناس كانت تحضر في السكان، قال سيد الجمهور يجيب لنا الأموال المنهوبة. يا أستاذ حسين، يا هذه المشكلة هي أنه شوف، ليس كل من ادعى النبوة نبي، وليس كل من ادعى الطهورية طاهر. رأوا الكلام شيء والواقع شيء آخر. أظن تو التوانسة بدأوا يفهموا. تعرف احنا كنا صغار وقت واحد يعمل غلطة كبيرة وبعدين يجي الولي باش يهرب من المشكلة ويهرب من الكف الشقور، مش أنا، هو هذاك. هذيك هي تعلمنا هكاك من حس الصغر، واحنا باش كيما نقولوا مش أنا. السيد رئيس الجمهورية في غوض كيما نقولوا احنا يقول صحيح والله كان فما تقييم والكمال لله، واحنا غيرنا لأنه سب هدايا، لأنه يدير في شأن عام، واش يدير في شأن خاص، مش إدارة من ده حوايجه يدور فيها، يدير في حوايجي وحوايجك، حوايج الشعب التونسي. بالتالي إذا كان هو ما وصلش للدرجة من الوعي السياسي بأنه هو يدير شأن عام، وشأن عام يقتضي الشفافية ويترتب عليه حرية الوصول للمعلومة، هكسي معناها كي نقولوا احنا بدون حدود، لأنه يدير شأنك أنت، هذه مشكلته هو. يعني شوف احنا الآن حقيقة، يعني السيد قيس سعيد مع كل احترامنا، نعم حفظ المقابات، نعم يعني طبعا هو رئيس جمهورية، احنا ما قلنا هالشيء، هو انتخب الشعب كما انتخب البرلمان، ولا نهار قلنا بأنه هو غير شرعي، لكن هو اعتدى على صلاحيات غيره. هو بين خيارين الآن، مش تحس مش على رغبته هو، على الواقع هو رغبته شيء، ومعارضة كذلك والمقاومين للانقلاب عندهم رغبة أخرى مختلفة، كل واحد يقولوا شادة طريق. لكن شوف إذا كان هو ما يراجعش كما قالت الأستاذة فاطمة، ويعني ويقول سأمارس السياسة وفق الأدوات السياسية، ويمد يده للجميع ويقول كلنا مواطنون وأصحاب حقوق متساوية في هالبلاد دي، وكل واحد عنده دور يلعبه، فسيكون البديل هو غلطوني، سيناريو غلطوني. ما فماش بديل، ما فماش حاجة أخرى، لأنه توا التوانسة في بعد 25 جويلية كانت عندهم أمل بأنه ربما الشخص هذايا كما نقولوا احنا صادق، ربما يعني يحب يصلح. صادق ولا يتوهم الصدق، صحيح هذا كيعطوه كما نقولوا احنا الكارتة الخضراء، قالوا ما انا كما نقولوا بنفوا، يعني توكل على الله وطيب يخدم روحك. والحقيقة يعني المعارضة ما قصرتش 10 سنوات وهم قاعدين يلبزوا في تلبيز غير طبيعي. طيب تركيا، الشعب التونسي والشباب التونسي أعطاه الوقت الكافي باش هو عادة السياسي وقت يمسك كل أدوات السلطة في يده يعطوه 100 نهار 100 جوغ، يعطوه 100 نهار ويحسبوا بعد 100 نهار شنو عمل بالضبط. وتشوفوا انتم في بلدان اللي هي قريبة لنا مثلا في العقلية وفي المشاكل كما تركيا مثلا، أنت تشوف مثلا اليوم أردوغان وقت اليوم في الحملة الانتخابية متاعه، أقوى سلاح أقوى سلاح للدعاية متاعه هو أن المواطنين يقول لك وعدنا كل وعود أردوغان وقع تنفيذها كبيرة وصغيرة، وعد فأنجز، وعد فأنجز على كل المستويات. ولا مرة أردوغان في حياته السياسية اللي يدوم أكثر من 20 سنة أعطيه وعد وأوخ أخرف به. وقت تلقى رجل السياسة في بلاد كيما تونس في ظرف عامين عدد الوعود السياسية لا يعلم بها كالربي، وعدد الإنجازات اللي وصلت للشعب التونسي تساوي صفر. لا مش صفر سيدي رضا، اعذرني، ثم بعض الانجاز. ها والشعب النيوز شوفوا يا توانسه، اذا تفرجوا فينا، اذا تحبوا سيد رئيس الجمهوريه، ها هو الشعب النيوز، هذه ما جبناش نسخه. علمت الشعب النيوز ان والي بن عروس والمعتمد الاول ومعتمد ولايه تونس كانوا اليوم الخميس 4 ماي البارح هذا في استقبال فيل سيعزز حديقه الحيوانات بالبلفيدير، مع استنين الاموال المنهوبه، استنين الاموال المنهوبه والاموال نتاع المجرمه، تذكروها كتوانس هكا السيد رئيس الجمهوريه وعدنا باش يخرجوا لنا اكبر فاسد ويحطوا على اكبر منطقه فاسد على راس اكثر منطقه فقيره. انا مش نقول لك علاش لحظه سي رضا اعذرني، هو على فكره تو ما ذكرناش سي سعيد بك الاكبر فاسد، ما قلناش عليكم. هاو جابوا لنا فيل، اش حبوا وقت؟ مش انجاز هذا؟ اي نعم انجاز. كاش نقول لك انا علاش السيد قيس سعيد ما رجعش الاموال المنهوبه؟ لانه ما لقاش محامين من الوطد باش يجيبوهم، خاطر هو حاجته بنا محامين من الوطد.
يعني يشبهوا العقليه هذيك معناها. اما القاج ما عرفش يمكن باش يعاونوه، كل عندهم الحي ويصليوا ظهر لي وما عجبوش هو الشيء هذاك، فقال ما خليه بفلوس مازالش نستناو يجي يطلعونا كيك عباد باهين من الوطن توجبهم لنا. انا يعني طبعا في الخلاصه المجرد سعيد يعني انت كمختص في ملف الامان المنهوبه، بذكرنا لعل نسينا انجازات. ليس هناك اموال، يعني الاموال ضاعت، الاموال ضاعت، والسيد قيس سعيد يعلم ذلك جيدا. وهو لم يقم باي عمل جدي ورصين وقانوني وقضائي لاسترجاع هذه الاموال، وكل ما قاله وكل ما انجزه هو كلام وبايع الاوهام على التلفزه فقط. لكن يعني في الواقع نحن عرضنا له الحلول الحقيقيه وكتبنا له منذ 2019، منذ استلم الامور، ليش في 25 جويلية 2021، من 2019 اعطينا الحلول وبعثنا له وقلنا له احنا مستعدين باش نعاونوك وها وكيفاش وكذا بدون فلوس وبدون منا اي مقابل، نحن توانسه وكنا محامين هنا في الغرب ونعرفوا كيفاش الامور تمشي. فشنو عمل هو في الاخير؟ يعني سكر علينا الباب تماما. وماذا كانت الحصيله؟ اعطينا الارقام. صفر 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 يا استاذ حسين، لم يقع استرجاع شيء، حتى المبالغه التي وقع استرجاعها في قيمه 4 مليون دولار وقع استرجاعها بجهود قبل الانقلاب. بعد الانقلاب ضاعت الاموال اصلا المصدر القانوني، تعرف مثلا الاموال في سويسرا اكثر من 60 مليون كلها ضاعت لانه السيد قيس سعيد يعني خلف اما اجل 10 سنوات لم يحترمه وضاعت الامور وتفرشكت الدنيا كل كي. فبالتالي راهو باش نفهموا بانه راهو ما فما حد شيء في الخارج، يعني اموال الشعب التونسي ضاعت للاسف الشديد، والمسؤول عن ذلك هي النخبه السياسيه وعلى راسها طبعا الحكومه حتى نجم الرضاعه. باش نختم وما نظلموش سيد رئيس الجمهوريه، اذا كان عنده انجاز خلينا نذكره به تواس، عاوننا الله ينورك نجم. انا اتمنى والله بكل صدق اتمنى ان يكون السيد قيس سعيد كل الانجازات التي يفتخر بها امام شعبه. احنا ما نش نلوجوا على سوءات الناس، احنا نلوجوا على انجازات الناس. احنا ماذا بينا السيد قيس سعيد يسمع يعني الكلام كما نقولوا احنا نتاع مواطنيه، نعم، ويحل وذنيه ويشوف يعني انه فما في 12 مليون و 13 مليون تونسي ماهمش كلهم خونه، راهو ماهوش معناها كانك 8.8% اللي صوتوا للبرلمان نتاع بودربله هما اللي كما نقولوا احنا طهوريين في المجتمع التونسي، راهو 92% من الشعب التونسي الباقيين راهم كيف كيف، راهم ناس طيبين ومسلمين وطاهرين. استرجاع اموال منهوبه صفر. اسمح لي، انت محامي في سويسرا ومتابع ملف استرجاع الاموال الداخليه، الكلمه هذه رئيس عيد هو نفسه وقت الاقال رئيسك اللجنه قال النتيجه صفر. شد شمجر مكبار، شدناش اعلمناش، شد راجل غنوشي وجبت خلاص، هم جايين كل ماشي يهزوا يعني غدوة. هذا هو الاشكال، احنا نقول عندهم غدوه جلسه سمحت اموال منهوبه وتشد راجل غنوشي. المواطن التونسي يقول لك ناش شي يهمني في المواطن، شي يهمني فيه راجل غنوشي، حتى اذا انا لا كما نقول احنا افكاره كما نقول ما تعجبنيش، انا حاجتي بقوت عيالي، تعليم اولادي، حاجتي بوسائل نقل معروف، حاجته بوسائل نقل وحاجيات مباشره، حتى اعطي كلمه